اسمع، أنت تتحدى المسلمين فيها: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قل لا لا. ايه تفضل. طب انا كمل اخونا كمل. لو كنت تحدى المسلمين فيها: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، انا اتحداك ان تفسرها بوجه واحد. قبلنا التحدي، قبلنا التحدي. تفسرها بوجه واحد. كملت؟ خلصت؟ خلصت؟ تعطينا مجال نتكلم لو لا؟ ها؟ لا انا لم كنت لا اتكلم معك حتى نتكلم معك، انا اتكلم مع الحاج لامينه الان. ما في فرق، انا والحاج وعلي ما في فرق. طيب الان تحديت، تفضل. هذا اجابه، لحظه اسمع اسمع، هذا اجابه التحدي. اسمع يا رجل، اسمع يا رجل، اسمع يا رجل، الان هذا هذا اجابه التحدي مالك، هذا اجابه التحدي مالك. هذا كتاب الكافي امامك الان على الشاشه، هذا امامك كتاب الكافي على الشاشه. طيب وهذا باب كامل، هذا باب كامل عندك في كتاب الكافي يتكلم عن هذه القضية، باب ما فرض الله عز وجل مع الكون مع الأئمة عليهم السلام. الحديث الثاني وهو حديث صحيح، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سألته عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال: الصادقون هم الأئمة والصديقون بطاعتهم، والصديقون بطاعتهم. فالصادقون هذا من وجه واحد، الصادقون هم أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولا صادقون في قولهم وفي عملهم، وصادقون في كل شيء بمعنى الصدق الكامل غير محمد وآل محمد. هذه أجبناك عنها. أما كلامك عن ابن سبأ، لا تنسى أولا علماء قالوا عن الأعمش وقالوا في ترجمة روح إلى الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: وكان خريبا سبئيا. والأعمش رواياته في البخاري ومسلم 700 رواية. أنت تأخذ دينك من ابن سبأ، من تلاميذ ابن سبأ. الأعمش يقول كان خريبا سبئيا، 700 رواية فقط في البخاري ومسلم. فالبخاري سبئي ومسلم النيسابوري القشيري النيسابوري سبئي. أما شيخك عثمان الخميس في كتابه هذا على الشاشة، هذا أمام المشاهدين على الشاشة، هذا الكتاب، هذا كتاب الشيخ عثمان الخميس، لحظة بس أعدل الكتاب، هذا كتاب حقبة من التاريخ، هذا حقبة من التاريخ ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل عثمان ابن عفان. هذا تأليف الشيخ عثمان الخميس، هذا أمامك على الشاشة. تفضل، ماذا يقول؟ هذا ماذا يقول عن ابن سبأ؟ اسمع أخونا العزيز، يقول، شوف أخونا، شوف أخونا ماذا يقول. يقول: ومن دعاته الذين نشروا أو ساهموا في نشر دعوته. شوف هذا راح أخرب لك إياها بالماجيك. الغافقي بن حرب وعبد الرحمن بن عديس البلوي، هذا صحابي ممن بايع تحت الشجرة، عبد الرحمن بن عديس البلوي وكنانة بن بشر وسودان بن حمران وعبد الله بن زيد بن ورقاء، هذا صحابي، عبد الله بن زيد بن ورقاء هذا صحابي يا أخوان، وعمرو بن الحمق الخزاعي هذا صحابي أيضا أخواني، وقيل إنه ممن شهد بدرا، وحكيم بن جبلة، حكيم بن جبلة صحابي أخواني، هذا الذي قتلته عائشة في البصرة أول ما دخلت البصرة قبل حرب الجمل، قتلته في أول معركة كان مع عثمان بن حنيف، هذا نصر عثمان بن حنيف فقتله جيش عائشة لما جاء يصلح، دخل بصر الإصلاح أول ما بدأ بالمعركة قبل حضور علي بن أبي طالب عليه السلام، قتلوا هذا الرجل، قطعوا ساقه وقتلوه، حكيم بن جبلة الصحابي. فأنت عندك الصحابة هم الذين نشروا دعوة ابن سبأ كما يقول الشيخ عثمان الخميس في كتابه هذا، ودينك تأخذ من البخاري ومسلم اللذان هما سبئيان، نخلة أو خط أو فسفورة. البخاري ومسلم أخواني الأعزاء يرويان عن الأعمش الذي قال عنه علماء الجرح والتعديل بأنه خريبا سبئيا، أكثر من 700 ما يقارب 750 رواية في البخاري ومسلم. وذاب ابن سبأ علي، أعطيني الآن أتحداك تعطيني رواية واحدة في كتب الشيعة عن ابن سبأ، رواية واحدة بس،
رواية واحدة حتى لو كانت مرسلة، حتى لو كانت ضعيفة، حتى لو كانت بدون سند، فيها حكم فقهي أو فيها أمر عقائدي، ها رواه الشيعة عن ابن سبأ مثل ما فعلتم أنتم. يلا تفضل، تحدي إلى يوم القيامة. عندك؟ عندك؟ وين رحت؟ ألو؟ ما رواية؟ رواية رواية في كتب الشيعة عن ابن سبأ. يلا تفضل. تفسير اسمع تفسير الطبرسي رحمه الله في مصحف عبد الله وقراءة ابن عباس من تفسير الطبرسي الصادقين ونعم ولد أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال إن الذين يصدقون في أخبارهم، معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انت قلت كاين روايه واحده في الكافي، واسمع وليدي في كتبكم وروي ذلك الروايه عن ابن عبد الله عليه السلام، ثم قال ان الذين يصدقون في اخبارهم ولا يكذبون، ومعناه كونوا على مذهب من يستعمل الصدق. اقرا الروايه، اقرا الروايه بتأني. لحظه هدوء هدوء هدوء، خلي نسمع صادقين في سوره البقره بقوله ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر الى قوله اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون، فامر سبحانه بالاقتداء بهؤلاء. وقيل المراد بالصادقين هم الذين ذكرهم الله في كتابه، وهو قوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يعني حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب، ومنهم من ينتظر يعني علي بن أبي طالب. وروي الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس قال كونوا مع الصادقين مع علي عليه السلام وأصحابه. ليس رواية واحدة في الأئمة، روايات متعددة. كلبي لا قل الحق يا أخي. الله سبحانه وتعالى، الإسلام لا ينتشر بالكذب، ينتشر يعني بالصدق. يعني احنا كذبنا ما دام الإنسان يكذب شنو الكذب؟ لحظة أرجوك حجي. يعني الآن إحنا كذبنا صح؟ لأنه ما نقلنا صحيح صح؟ صح؟ جاوبني. ما يتكلم ما سمعت. يعني الآن إحنا كذبنا وما نقلنا صح، والإسلام لا ينتصر بالكذب صح؟ نعم أنت تعرفها. الآن لنرى أمام المشاهدين من الذي نصر إسلامه الذي يدعيه بالكذب، نحن أم أنت؟ طبعاً إخوان الأعزاء، هذا تفسير الطبرسي أمامكم على الشاشة، هذا تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي أمامكم على الشاشة. هذا إخواني، هو ذكر أقوال هذا القراءة كما ذكر الأخ في مصحف عبد الله وقراءة ابن عباس من الصادقين، وروي ذلك عن أبي عبد الله. الصادق هو القائل بالحق، هذا في اللغة، العامل به، لأنه صفة مدح ولا يطلق إلا على من يستحق. يقول ثم خاطب المعنى، ثم خاطب سبحانه المؤمنين المصدقين المقررين بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر أقوال. يقول فأمر سبحانه بالاقتداء بهؤلاء الصادقين المتقين، وقيل المراد بالصادقين، الآن يذكر أقوال، وقيل الذين ذكرهم في كتابه، وهو قوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب، ومنهم من ينتظر يعني علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب ثم يقول وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كونوا مع الصادقين مع علي وأصحابه. طيب هاي رواية طبعا من رواية السنة، لأنه يستشهد برواية السنة والشيعة. وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله وكونوا مع الصادقين، ها قال مع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليش ما ذكرتها يا أخونا؟ يلا الآن من الكاذب من الصادق؟
رواية واحدة فقط. أنا يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل ليش ذكرت كل الأقوال ولم تذكر هذه الكلمة؟ وقيل مع النبيين ذكرتها، والصديقين، وقيل مع محمد وأصحابه، كل الأقوال ذكرتها إلا هذه، لماذا؟ ما هو السبب؟